على الباشا سيبلو. الحمد لله هذا
يعني ده قصدت حضرتك عنه، ده يمكن افضل واكبر واحدث مجمع اسلام في مدينه البحر. ده ان شاء الله باذن الله مع معالي وزير الحفظ في كل المدن الرئيسيه هنحاول نعمل مسجد جامع مع بعضنا. وانا حابب اشكر الاستاذ الحفظ اللي في كل ده تم بفضل الله واجعلنا جميعا، تم بالتعاون الكامل بين المحافظه وبين الوزاره. كان الاستاذ الحفظ يسال الى وزاره التخطيط، كان بتاع المجمع جزء من المحافظه جزء من الاوقاف، تم هذا الكلام يعني ما حدش قال انا تعبت بينا العمل، بس ده جهد مؤسسات الدوله والتعاون بين مؤسسات الدوله. الحمد لله احنا بدأنا في اول سبتمبر ده المسجد عقد 15 يتم ابتداؤه في مصر ده من الكنيسه. ده المسجد عقد 15 اما بناء جديد او احداث وتجديد يعني زي كده هدمه وازاله واعاده ايه من الوجه اللي شايفين. هل الجامع ده كان تجديد سحبه او كان توافق قبل ما يبني على نفس المساحه؟ اي مسجد بيوم نعمل احداث وتجديد يعاد على اعلى 15 مسجد ابن احداث وتجديد وبناء جديد، 13 مسجد تم فتحها بعد سيادتها سياده الدوليه، يعني 28 مسجد في اقل من 8 اشهر، بما يعني مسجد كل 10 ايام محافظه بالوادي الجديد. على مستوى القضيه عدد المساجد اللي تم في 7 اشهر ونصف تحديدا 1309 مسجد، منهم 1219 مسجد زي كده صحيح حتى اخلال الاصل احلال وتجديد وبناء بالكامل. هناك الدوله المصريه دوله مؤمنه دعم بيوت الله، بس بالعكس ده احنا اللي بنحارب فيه الذين كانوا يعظمون شعار الله. انت عايز يبني جامع يروح يديه في الجبل عشان يهاجر البلاد فيه بعيدا عن اعلى المسجد. هقول لك ميزه المسجد الجامعي حتى من غير اي متابعه، في متابعه ذاتيه، لو الامام فكر هنا الطبيب بيصلي والمهندس بيصلي والمعلم بيصلي وزارة الشرطة بيصلي والمحاسب بيصلي والعامل بيصلي، الإمام قدامه رأي عام حتى لو غير هيلاقي 1000 واحد من المحاسب، لكن دي كانت جامعات مفتوحة تعمل زيارة صغيرة خمسة ستة يعرف يتقايل بيهم بعيد عن أعين الناس ويحاول ينظمهم ويحاول بعيد. فالمسجد عشان كده الإسلام حارس على المسجد الجامع الذي يجمع وبالمناسبة الجمعة لا تصح ولا تتعقد الا باذن الامام او من يليه. الامام اللي هو رئيس الدوله ان عندما يليه وزاره الاوقاف يبقى لا تصح جمعه ولا تتعقد زي ما السيد الوزير قال دول الائمه المعتمدين من الوزاره. لا يجوز ذلك، انت تفرض نفسك على الناس ولا حتى تعمل صلاه جمعه في غير المسجد المخصص لصلاه الجمعه. ده الدين ودي الولايه في ولايه على الجند وزارة الدفاع، ولاية على الشرطة وزارة الداخلية، ولاية على الأسواق وزارة التموين، وهناك في الفقه الولاية على المساجد اللي أسندتها الدولة إلى وزارة المقاطع. ده دين وشرع حتى يعني يكون سائلنا الواسطة هو صحيح الدين، وإحنا بنجتهد مع ده بنعمل دورات تدريبية دائمة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يعدل ورفع البلاء ورفع الفيروس عن الدنيا كلها وتعود في هذا المسجد القلعه للانشطه الدعويه والانشطه القرانيه. طب عشان تعود ده واحنا داخلين على رمضان عايزين التزام التزام زيادة. انا بقول ايه؟ احنا الدوله بتعمل توازن بين الحفاظ على صحه الناس وبين الحاله تمشي بكامل وجودها سواء في اداء شعائر العباده سواء في الانشطه الاقتصاديه. لكن انت بتحب بيت ربنا وعايز بيت ربنا يفضل مفتوح تتسلم. لازم الامام اول ما تيجي تبص على مسافات التباعد ما تسالش تجيب المصليه بتاعتك معاك، لان احنا بتاعك حسن من باب مواعش المحمود. اي مسجد احنا مش هنخانق مع الناس ولا ضد نخانق حد، ضد ننصح بس بواحد، لكن نصحنا الناس هتيجي بالكمام وهتيجي بالمصليه وطايع علامات التباعد الدوله واحده فاتحه لك المسجد والشيخ على راسها. ده من الناس ما التزمتش تعليمات واضحه نخطف المسجد تماما لأن حياة السالك قبل المساجد. الناس ما التزمتش الشيخ محمود واللي دايما. الإمام ما التزمش، العامل ما التزمش هيتفاسد. الناس نصحناها وما التزمتش نفضل المسجد ما يفتحش إلا بعد رمضان. لأن الحفاظ على الصحة للناس. عشان كده بنصحكم لما تلاقي واحد مش لابس كمامة قول له ما تتسبب
البس الكمامه بتاعتك مش جاي المصليه. تقول اهو تعالى بس انت فاهم بيقول يعني كمان ايه يعني في اسهام في توفير الكمامه. بس انا عايز يبقى هو كمان اللي جاي من البيت وعايز يوازع الايه؟ الزاد. انت جاي تعمل ايه؟ جاي بطاعه الله. طاعه الله لا تنمي هذا الخلق. طيب حاجه ثانيه، الناس اصحاب القمار كبار السن يوصل يصلي في بيته لا حرج عليه. احنا قلنا عشان ما حدش تاني والامام موجود صلاه القيام في حدود نص ساعه تبقى هنلتزم. طب انت عايز تتاكد انت في بيتك وتتاكد باقي الايه؟ الليل كله. احنا قلنا نحافظ على نظافه المسجد على كلنا لما يتعمل صحي زي ده نحافظ عليه اكتر نحافظ على بيوت انفسنا لان دي بيت ايه؟ دي بيت ربنا. نلتزم بالاجراءات الحفاظيه، نلتزم بالتعليمات، احنا نقصر شغلنا على خطبه الجمعه والصلوات. وقلنا تشهر الايمان فسمح مجلس الوزراء لاقامه صلاه التراويح بالضوابط اللي اعلناها في حدود نص ساعه. بس احنا الايه؟ هم اخواتكم محدش بيدكم، بالعكس ده هم في خدمتكم وزاره الاوقاف وزاره خدميه. انا عندكم في كل مره في خدمه الناس فانتم تساعدوكم. طب لو ما ساعدتكمش المتسببين في خلق المسجد لاني احنا بنوازن بين الحياه تمشي وبين الحفاظ. عشان انتم شايفين في دول ثانيه بتفقد الغلاف كلي واحنا الناس والله ما بنوصلش لده. وندعو ربنا في كل صلاه ان تعدل برفع البلاء على البلاد والعباد. قدر فراغ بنشكر سياده اللواء محمد صلى الله عليه وسلم حافظ ولي جديد اولا على هذه الدعوه.